وصل صوتك. انا قلت ما يجيش تكريما للمرأة اللي تخدم الامن ما يخدموهاش في الليل وتخرج انثى وذكر في كهرباء خارج البلاد. انا قلت يخدموها في الاداره تكريم لها لان جوهر ثمين المرأة، يخدموها في الاداره والله يخدموها في النهار تعدي في التلفزيون تاع شباب ولا حاجه بكرامتها وباحترامها. فما هذا هو يأولوا كما يحبوا لان احنا نبقوا عرب رانا، فما نبقوا عرب ونبقوا مسلمين. ما ليش حتى صله بحقوق المراه؟ هاي الزملاء الزميلات اللي يخدموا معانا على طول العيد المجلس ما معبى بالموظفات، فما زميلاتنا الادارات كلها المحاكم والفرملي يخدموا، لكن انا قلت عون وعونة البرة والدنيا باردة وفرنفوا وخارج البلاد ويخدموا عشان هو ثم واحد يقدر قال لك حقوق مطيخ. أنا حقوق مطيخ ما فيهاش هذه، ما فيهاش يعني نعرف هم عارفين ايش قاعد نقول، عارفين عارفين ايش نعني. فما أني المرأة تو نشوفها أني عون باش قصدت انت عون أن أمن أمرأة شاد رباط عندي ما نقدرش إلا الحياة نقولها برافو يا بنتي. المرأة معززة مكرمة في تونس ومانيش هاني تقول المرأة معززة مكرمة، يحطوها في رمبوان تخدم على عيني وراسي في الإدارة تخدم معززة مكرمة. كانها صبية تروح لأميها لمامتها وبيها وكانها معرسة تروح لصغارها، شنو مخلية صغارها في الدار وبيتع مزابيلها في رمبوان وقال لك شنو حقوق المرأة؟ لا يحق لكم حق إذا هذا حق المرأة باهي. وما مانيش محتاج حد يفهمني يعني. اللي يفهم يفهم، أنا يفهموني البدو اللي زي يفهموني ولاد القرى والريف والحياة الشعبية يعني. أنا مامي وبابي ممكن يفهموني، ما يخدموش عندكم في الأمن ما يخدموش، مبي وبابي مليارديرية ما يدخلوش بناتهم أعوانهم يخدموا فيها بنات وذر زي حالتي الفقراء الحال يدبر لها واسطة والله كذا باش يدخل بدها البوست في الأمن تخدم عونة ولا يخدم عون عندكم. أنا نحكي عليهم أي الأخرين اللي ما يعلونيش أش يمني فيهم. سؤال يطرح نفسه لهنا، شنو الشيء اللي يخليك تخمم هكا من واقع شفتها انت؟ معناها شنو السبب اللي خليك علاش تخليتك الملاحظه هذه؟ هذه اللي شفتها بعيني، انا راني شوفير محترف فيها، انا شفتها قبل ما نجي المجلس كل نشوفها ديما في الليل. هاي المغرب شنو تشوف فيه؟ يعني نشوف العون طب ما شي يضحك والله شي نادي علاش ما تمشي يضحك. اسمع النواب عضونا من كثر خجلهم وكذب وحملاتهم الانتخابيه ما يقدروش الكلام اللي نقوله انا ما عادش معني به المجلس هذا. اني كل شيء يجول بخاطر الشعب اني نقوله وعندي شجاعه كافيه اني نقوله. يجاوبني على سؤالي، يرضى اللي يرضى والما يرضاش اصحيط قدامه يا نتحاول. سي ابراهيم جاوبني على سؤال، شنو بعدين عليك عليك الزميله نجله بوريان وقت اللي ردت علي اول شيء ما عندهاش الحق تعقب، ثانيا المرضى النفسيين والله السلفيين والمتدينين والله ما هم مرضى نفسيين وعيب عليها عيب عليها، هي المريضه النفسيه. فهمت؟ انا ما حبش اكلمها غادي ما نردش عليها حتى ما عملهاش مشكله. اما المتدين ماهوش مريض نفسي، واللي يقول الحق ماهوش مريض نفسي، واني مش مريض نفسي. انا اسمع المراه ايه يعني تعمل في حمله على حساب هنيه قال شنو قال ديمقراطيه عيب. فهمت؟ عيب عيب ما يجيش الكلام هذا وما نبعتش بعضنا بالالفاظ هذه. احنا نحب الوفاق ونحب نتلاقوا على طاوله مستديره ونخدموا بلادنا جميع اختلافاتنا الموجوده يعني. لكن تجي انت من هنا على في في, في تحت قبه الشعب وتسب في جزء من الشعب انا ما نسمح لكش. طب عندكم مريات روح ما تشوفوش، انا عندي ما عنديش مريات، انا عيوني مفلصه نشوف كل شيء ونقول كل شيء الله غالب. تورطوا بيا انتم ليش حطتوني نايم؟ تورطوا بيا الله غالب. لا انت قلت تو شوف في عون وعون يخدموا ايش المشكله عون وعون؟ لا في الليل لا، ما اجتمع امراه ورجل الا ثالثه هو الشيطان. هذا ربي ايش قال لي؟ هذا ربي ايش قال صار؟ اسمع راي في تونس مصيبه، العهر والفجر الحرام حلال هذاك عندهم هم، ها المراه تسكر وتفسق هذيك الديمقراطيه والحريه تفهم فيها. وقت نقول لهم ها ربي قال تزوجوا مثنى وثلاثه ولا رباعي اوب ستوب ستوب حتى تم. هو ربي اللي قال اللي خلقني وخلقك، هو اعلم بالبشر. ثم خلقنا ربي واعطانا تنجم غدوه تجي تقول لي ما تصومش وما تصليش، وضعيه عاملينها الناس الزبناء هني تمام عاملينها الناس ورط مانيش متورط ماليش علاقه بالحمله الانتخابيه الجاي. اما اي حد تعرف الناس اللي انت بعيد فيها عن الاسلام انا افصح واحد باهي حشاني لكن انا يتعدى على احكام الله سبحانه وتعالى باش نضربها بالصباح في هالمجلس. واللي يحب يعرض لي تثنية هاني نخرج منه. أي واحد يتعرض شنو؟ هل التجاذب الجنسي نحو نفس الجنس؟ شنو هو التجاذب الجنسي نحو الجنس؟ لواط يا سحاق
شنو عندها؟ شفتوا انتم جدي يبلبل على جدي يا رسول الله؟ شنو الفسقة؟ يقدر هني هذول يقدروا واحد ينطق بها؟ انت 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 من قناعاتك؟ انا انا لا كانوا يصرحوا شنو شنو المشكلة يعني؟ شنو المشكلة؟ شنو المشكلة إذا ربنا أنت تجي تجي تقول لي ما تصليش؟ يطز فيك نقول لك. تجي تجي تقول لي ما تصومش؟ نقول لك طز فيك. تجي تقول لي ما تحجش إذا عندي استطاعة؟ نقول لك طز فيك. هي وقت الجد في هذه لا حقوق الهواء، إيش حقوقك؟ أنت تعرف حق الإنسان أكثر من ربي. وراني مانيش فقيه لكن جيت متفقه اننا متفقه نخلعهم من بعضهم من الصدون. هالمنافقين هالمنافقين عضونا اشد بلاء على الامه من من من, من الكفار. فما لان يذبر كلامه حاجه وفي قلبه حاجه وورا حاجه ويعمل في حمله انتخابيه باش يرضي الناس كل والناس كل تنتخب المره الجايه باش يرجع هالبلاصه مش عارف شو عجبهم فيها. على فكره اللي يدخل هنا يتدبر مش عارف ايش عجبهم في البلاصه هذه. والله ماني عارف التو حاير يعني. صبرت ياسر والبواخر ياسر والطيارات ياسر ونعطوه كوبا زاد نعملوا له فيزا. فما باش يدخلونا هالصحاق وهاللواط وهالبلوط وهالكلب وراها لن يمر لن يمر. وانا نقول لك هنا بالله الذي لا اله الا الله واللي رفع السنين من غير عمد واحد يتجاوز. انا ما نقولش على الديانه والمقدسات المسلمين على اخلاق التوانسه بالله الذي لا لما نمسح به الارض. فما